ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم فيديو جديد من دي يوتيوب. اتطلب مني اني اعمل خطه 4-2-4 بس باللغه العربيه، تاكتكس ومهام تكون باللغه العربيه. فقررت ان انا اغير ان شاء الله اللغه عندي في اللعبه للغه العربيه، ونخش مع بعض في فيديو صغير كده نعمل التاكتكس ونعمل التعليمات علشان كل طلب هيلاقيها موجوده. ولو اول مره تشوفني بقى لايك وسبسكرايب وشير، ويلا بينا نخش على الفيديو. يلا بينا، يلا نقول بسم الله ونروح مع بعض بعد ما غيرنا اللغة عندنا للغة العربية. انا حاسس طبعا بتغيير، بس هنخش مع بعض ونظبط التشكيلة مع بعض. طيب السكواد اسمها التشكيلة طبعا، فهنخش هي دي 4-2-4. طيب انا حاليا ما بلعبش بدي، انا بلعب ب4-4-1-1 اللي هي دي، تمام. بس في حالة الهجوم بلعب باربعة اتنين اربعة عادي جدا لما بكون عايز اهاجم جامد جدا، لكن دي متوازنة بالنسبة لي اكتر من التانية. بس هنشرح دلوقتي الخطة بتاعت 4-2-4، الخطة الهجومية تمام، والتاكتكس والتعليمات بتاعتها ازاي. تمام، اول حاجة هنخش على التاكتكس ونشوف احنا بنعمل ايه. اول حاجه انا بعملها متوازن. طيب انا من ساعه ما غيرتها عربي مش عارف دول مش ظاهرين ليه البارين دول، بس عامه انا بعمل الانتشار 45 والعمق 65، تمام. ده في الاسلوب الدفاعي يبقى متوازن 45 65، اوكي. بالنسبه للهجوم بعمل دي برده متوازن، بس بعملها تمرير مباشر اللي هي دايركت باسنج، هناك بعملها تمرير مباشر. بالنسبه للانتشار هنا بخليه 50 زي ما هو، ما بلعبش فيه، بخلي اللاعبين في منطقة الجزاء دول 7 والركنيات 3 والركلات الحرة 3، تمام؟ نيجي بقى للتعليمات، بدي كل لاعب ايه التعليمات اللي بديها لكل لاعب؟ لأن هي دي فعلا اللي بتفرق خطة عن خطة، وبتفرق واحد بيلعب 4-2-4 ازاي عن واحد تاني، فهي التعليمات اللي أنت تديها للعيبة هي دي اللي بتشكل طريقة لعبك أصلا وأنت بتلعب، ولازم كل لاعب تديله مهمة أنت عارف هو بيعمل بيها ايه، لان انت لو عاملها ومش فاهم ايه اللي هيحصل منها مش هتعرف تلعب، تمام. فاول حاجه انا عندي كريم بنزيما، انا بديله اختراق خط الدفاع. هي دايما بتبقى موجوده هجوم مختلط كده، ده الافتراضي بتاعها هي بتبقى هجوم مختلط، انا بخليه يعمل اختراق خط الدفاع، تمام. بس كده ده اللي بعمله لبنزيما. والتاني بايت، او على حسب انت بتخلي اللاعب السريع عندك هو اللي يعمل اختراق لخط الدفاع. يعني انت عندك اتنين في الهجوم، السريع فيهم خليه يعمل اختراق لخط الدفاع، والتاني خليه هجوم مختلط عادي جدا ما فيهاش اي ايه مشكله. بالنسبه بقى للعيب الوينج اللي هو ناحيه اليمين اللي هو عندي ميسي هنا، انا بديله كام باك تو ديفنس، اللي هي مش دي بقى، استنوا، اللي هي هنا، ايوه، العوده الى الدفاع. بديله العوده الى الدفاع، يرجع يغطي مع كلوزي، تمام. وبالنسبه للتاني برضو اللي هو مبابي، بديله برضو العوده الى الدفاع، بخلي الاثنين يرجعوا يدافعوا. بالنسبه للاثنين السي امات بتوعي، الاثنين بخليهم يعملوا ايه بقى؟ البقاء في الخلف اثناء الهجوم، الاثنين البقاء في الخلف اثناء الهجوم، والاثنين برضو كفر سنتر، بخليهم يعملوا تغطيه للمنتصف زي ما انت شايف كده، ما بخليهمش يعملوا تغطيه الجناح، بخليهم يعملوا تغطيه المنتصف. ليه بقى؟ لان انا اوريدي عندي في الجناح ميسي بيرجع مع كلوز، يرجعوا الاثنين يغطوا الوينج كله، يغطوا الجناح كله، لكن عندك النص كده هيبقى فاضي. لو كروز كمان راح معاهم يغطي ناحيه الجناح هيسيب النص ايه فاضي، فالاثنين عندي لازم يفضلوا في النص، يغطوا النص، لان عندي من ناحيه اليمين ميسي بيرجع، ومن ناحيه الشمال امبابي كمان بيرجع، عامل لهم انا ايه العوده الى الخلف. فالاثنين دول كده بالنسبه لي هم اللي بيغطوا الايه الاجنحه، لكن السي امات لازم تفضل زي ما هي في المنتصف، في تغطيه ايه المنتصف، تمام. بالنسبه للاثنين الدفاع ما بديهمش اي حاجه، لان هم البقاء في الخلف اثناء الهجوم على طول، هم مظبوطين على كده. اما بقى بالنسبه للاثنين الباكات، بخليهم الاثنين البقاء في الخلف اثناء الهجوم، ده وده. وساعات ما بحب ان انا اخلي واحد فيهم يكون سريع وبيعمل عرضيات كويسه، بخليه متوازن في هجوم متوازن بتاعه، ما بخلوش البقاء في الخلف اثناء الهجوم، لا بخليه هجوم متوازن. هي دي كده التعليمات اللي انا بعملها، يا رب تكون فادتكم. ولو اول مره تشوفني بقى يا معلم لايك وسبسكرايب وشير، واشوفك في فيديو جديد من دي يوتيوب. ما تنساش تكتب لي في الكومنتات لو جربتها وايه رايك فيها. سلام. How heavy is that? Light work and the bass on the track, on my feet in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap, and I'm hating the